السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فوالا، بعد الفيديو الرهيب اللي قام به النقيب أحمد شوشان، في الأول كنت نلغي له الأخ أحمد شوشان ويتعيل لي بلي أنا تاني هذه المصطلحات واللي تنلصقها هكا غير كيما جات وكلات. الغريب في الأمر أنه هكا ضحكة، كنت chaque fois je me disais un truc, je me disais que le monde se divise en deux, les intelligents et les militaires. En fin de compte, il s'avère que ماشي ضحكة. نقيب شوشان اللي في التصريحات نتاعها على كل حال جا كيما قلت لكم يبيع لنا سيل قايد صلاح وكأنه زعيم الثورة الجديدة نتاع 2015 اللي تنوي أن كيش نقول لك تطهير الجسد المليء بالسوس تاع الجيش الوطني الشعبي. وعلى يد هذا المناضل الكبير راه غادي يطهر من ايدي الكلب نتاع التوفيق. و باريك سي لونغاج بالك احنا اليومور في الـ في الـ في, الـ في الوست بور سارتان كي لو كونيس با، كلمه سي يقول لك سي وبالك تحسي، ما تعنيش بالضرورة حاجة مليحة. دونك كون تو ترات كيلكان دو سي سا فو دير اوسي كو تي ان تران دو لونفير سي بيي سو تار. المهم الفايدة والحصول، كان رأي أبداه سي نقيب شوشان و يتعين لي أنه حقيقة يعني راح حاسب روحه نبي منزل، والكلام نتاعه قول صادر من عند ربي عز وجل والعياذ بالله، ولا بد أننا نسمعه ونسكتو ونتقبلوه 100%. قالها شوشان سي بون، سبحان الله العظيم. دونك الور شوفوا، بغيت نوري لكم الرد نتاع 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 سي شوشان اللي حقيقة والله العظيم يا جماعة خلاني بلا عقل. يعني ما كنتش نتوقع حقيقة أن الإنسان تغلط فيه دون سيرتان مانيير، مي لهذه الدرجة ما كنتش نتوقعها حقيقة. تودرت على جال الفيديو هذيك اللي كنت أصدرتها، جسي دو تروفي الكومونتير تاعه. مهم، دونك كيما قلت لكم غريب في الامر. ها هو راني صبت الكومنتر تاعه. دونك واش يقول؟ قال لك هي حرب على النقيب شوشان يا فلول التوفيق. والله يا سي احمد، يعني جوسكو لا وما تريتي دو تو، ما تريتي دو انسان اللي يبغي يوزع الفتنه، وما تريتي دو مانيش عارف انا دو داعشي، وما تروبي دو تريتي دو فيسيست، وما تريتي دو تو لي نو. بصح هادي تاع فلول التوفيق نقول لك حاجه خلاتني بلا عقل حقيقه. يعني دوك نزيدها حتى هي في السي في تاعي على كل حال، بلي انا من فلول الكلب تاع التوفيق. واللي داير عندك الصحه، الفيديو تاعي راها موجوده من 2010 ولا تشهد على ذلك. بارك الله فيك على كل حال. اذا دائما دخلنا دروك في شرعيه واحدة اخرى، عشنا في الجزائر هذه عدة شرعيات، شرعية تاريخية وشرعية نضالية وشرعية ثورية وشرعية سياسية ودروك رانا في الشرعية نتاع الناس اللي ما نش عارف كيش نسميهم، والله العظيم ما على بالي كيش نسميها. جديد بشرعية وكأنه يعني نقيب شوشان أوذي أكثر، إذا هذه شرعية إيذاء، أوذي أكثر من غيره
الإيذاء اللي فتح الشعب الجزائري قاعد جرعها المرار، والشعب الجزائري ما كانش عندها الفرصة باش يخرج لندن، وإلا كان خرج. أنا بعد واحد لو كان كانت عندي الفرصة كنت نخرج. وأنا من الموقع اللي راني نتحدث فيه مانيش نتحدث من برا البلاد، واحد العام واحد العوام كنت نتحدث من برا البلاد، ولكن أنا راني عايش في الجزائر، والحقائق هذه اللي راني يعني مقتنع بها تمام الاقتناع. والحاجة الوحيدة اللي تملي علي هذه الفرضية هو الضمير نتاعي لا أكثر ولا أقل. إذا نقرأ لكم التعليق نتاع السي شوشان بخصوص الفيديو اللي درته. قال لك: هي حرب على النقيب شوشان يا فلول التوفيق وعبيده، بارك الله فيك، وأنتم من أوقد من أوقدها، إذا ستسمعون ردي عليكم بعد أن تستفيقوا من الصدمة وتتنفسوا مليح، لأنني لا أحارب إلا بعد إنذار. راني مت بالخوف السي أحمد، راني نشوف النعاس غادي يحرم لي. أيوة، ولا أطعن الخصوم في الظهر. أنا ما طعنتكش في الظهر أودي يا سي أحمد، أنا راني خنشوشي راك تشوف فيه، تايلا ماشي بوغوس واسمي باين، وإلا بغيت نزيد نعطيك لادريس ومنا وجيب وجهك، يعني ما نعرفش أنا نطعن في الظهر. أنا أفرغوا ما في جعبتكم وألقوا حبالكم وعصيكم، ثم أوتوا صفا واجلبوا علي بخيلكم ورجلكم، لأنني لن أزري بنفسي بنزالكم واحدا واحدا. أقول الله راك غلط، لا راك حاسبها حرب الداحس والغبراء، والله راك غلط. يعني ما عنديش مكان، لا عود لا نزال، لا غالب ما كانش، ولكن اعلموا انني موسى، بارك الله فيك، صلاة الله وسلامه عليك، وانني موسى الذي سيبطل سحركم. العصا راه عندك يسمى، ما نخافوش، بدأ بعدا بالقايد صالح وتوفيق وطرطاق بدأ بالرجيم اللي راهم بلاص، اضرب بالعصا صاحبي بالك يبلعهم البحر، ولا جيتنا غير احنا. المهم يذهبوا ويحكموا كلكم الظاهرون منكم والمختفون. انا راني نظن باللي راني من الظاهرون مانيش من المختفون الحمد لله. فانصبوا من الان مجالس العزاء لانفسكم، لانكم لن تجدوا فرصة للعوي. والله العظيم لا، شوف السي احمد، لا اله الا الله محمد رسول الله. على كل حال بون سيتي بور رير، انا نبغي نضحك السي احمد، ما تزعمش. على كل حال دونك الغريب في الامر انه الامر ما يتعلقش بيك وما يتعلقش بشخصك بتاتا واطلاقا، راك غلط. الامر يتعلق بالقايد صالح اللي راك جاي تبيعه، القايد صالح اللي نفسه راك تحكي على القايد صالح، واللي انت في وقت من الاوقات بمنطلق كيش نقول لك، من منطلق يعني في هذا الفيديو هذا اللي فات ديجا، تحكي على بيان اول نوفمبر، وباللي هذا هو لا ريفيرونس، وكل من خرج على اطار بيان اول نوفمبر ما تسمعوا له ما تردوا له البال. اذا بالنسبه لك القايد صالح يدخل في إطار الاحترام لبيان أول نوفمبر، ياك؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك، أنت والقايد صالح نتاعك، خاطر القايد صالح في 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 حقيقة الأمر، وش دار؟ كي راك تقول لي هو عزل، عزل، عزل لصالح من؟ عزل لصالح الشعب الجزائري؟ عزل ورد ليه هاد المصالح وقلع جنرالات ومن لصالح من؟ لصالح الشعب الجزائري؟ عمره ما عزل لصالح الشعب الجزائري، والا كان قامها بهاد الشيء، كان قام به راه في البطولات هادو مانيش عارف واش تا هو، كان قام بها منذ مانيش عارف شحال من عام، وهذا الكلب نتاع التوفيق ينهش في العظام نتاع الشعب الجزائري. وزيد
قلنا منين هادوك صحا الخونة وفلول فرنسا وقام بهم ومانيش عارف واش تا هو وطططي وطططا، شكون اللي فتح الأجواء نتاع الأجواء للطائرات الفرنسية باش تعبر المجال الجزائري؟ شكون اللي سمح للمظليين نتاع بيجار باش يعاود يوليو للصحراء الجزائر ويخدموا مع القوات الخاصة في الناحية العسكرية الرابعة؟ شكون اللي فتح الأبواب نتاع مدرسة القوات الخاصة الثالثة ثلاثة ولا أربع مرات لقائد أركان الجيش الفرنسي؟ ها؟ شكون اللي تنقل للفال دو غراس في باريس 3 مرات لإجراء الاجتماع مع الكلب نتاع بوتفليقة وهو مريض في وسط فرنسا؟ شكون اللي سمح للشركات الجزائرية الجزائر الشركات الفرنسية لاستغلال الغاز الصخري في الجزائر؟ هذه أسئلة مثلا أنا رفتها من عند واحد بارك الله في حبيب سويدي مثلا. هذه من التساؤلات التي تطرح، رغم أننا يعني إحنا اللي رانا عايشين في الجزائر نعرفوا شكون هو هذا البيدو تاع الزبل هذا نتاع القايد صالح، واش ولاده دايرين في عنابه والاختلاسات و و و يعني بالنسبه ليك انت يا كاين كلب مليح وكاين كلب قبيح. خويا الله يسهل عليك، احنا عندنا كاع اولاد الكلبه كلاب ايا كانوا. القايد صالح يوضع بالنسبه لي في نفس الكفه نتاع التوفيق ونتاع طرطاق ونتاع قنيزيه ونتاع العماري ونتاع كيش يقول له الكلب المتقاعد ونتاع ونتاع ونتاع. ما عجبكش الحال؟ هذه بالنسبه لك رانا نطاولوا عليك. شنو نطاولوا عليك؟ انت لا تمثل في العداله حتى شيء، تمثل صفر في العداله كما انا نمثل اقل من الصفر. انا ما عنديش الزعامه نتاعك والنضال نتاعك لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا ما نقول لك. اذا راني نستنى لا سيونس نتاع العويل ونتاع البكاء سي احمد، و بغيت نقول لك غير حاجه والله العظيم، انا ما نخافش، انا نخاف غير من ربي عز وجل، ما نخافش والله العظيم. يعني اللي حد حزني تاع بصح وهو انه دروك كيما كانوا الناس يخونوك انت في وقت من الاوقات، راك تخون الناس وراك دروك تزايد في الوطنيه. انت توي ان سوبر ناسيوناليست وحنا اوني دي سو ناسيوناليست. Et donc, quand le super nationaliste s'adresse au sous-nationaliste, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent juste plier les chines. بالك ما راكش فاهم اللونجاج تاعي باللغه الفرنسيه، نقدر تاني I can also translate it in English and selling in the same way. ها؟ والله العظيم العجب هذا هو. وإن عدتم عدنا سي أحمد، ما عنديش مشكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.